هل حققت إسرائيل بالفعل تقدم عسكري وميداني؟ وهل حققت أي من الأهداف في عملياتها العسكرية؟ وده بعد التصعيد اللي احنا بنتابعه وبنشوفه طول الوقت، ومختلف على كافة الحقيقة الدورات التصعيد السابقة اللي كانت بين الجانبين. ده هيخلينا كمان نسأل أسئلة، يعني هنقول مثلا يعني ايه هي الفرص، ايه السيناريوهات، ايه اللي ممكن يحصل، ايه الفرص اللي هي او كيف سيكون الحل بعد غزة، يعني ما هو السيناريوهات. وده الشيء المهم اللي احنا بنبحث عنه. ضيفنا هو الأستاذ محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير. مساء الفل. يعني الحقيقة خلينا يعني نبدأ من انتهاء 34 يوم، بنتكلم على 34 يوم بيحاولوا دلوقتي يكون في هدن، مجموعة من الهدن الإنسانية كما اسموها، لأنه فكرة انه يقولوا لاسرائيل وقف اطلاق النار اصبحت مستحيله بالنسبه له، هو عنده هيستيريا انه يتم وقف اطلاق النار. فانت كيف ترى الموقف الان بعد هذه الايام وايه اللي ممكن يحصل؟ اهلا بحضرتك مره ثانيه، وخلينا نتكلم في الاول زي ما حضرتك طرحتي حوالين نحاول نجيب على سؤال، هل اسرائيل استطاعت بالفعل تحقيق اهدافها اللي هي اصلا كانت لحد بدء العمليه وفقا للروايه الامريكيه نفسها عمليه غير محدده الاهداف. اسرائيل كانت رصدت بعض الاهداف الرئيسيه منذ بدايه هذا التصعيد في اعقاب عمليه طوفان الاقصى، متمثله في السعي لتجبيد الفصائل الفلسطينيه اكبر قدر ممكن من الخسائر، سواء على مستوى استهداف البنى التحتيه أو على مستوى استهداف قادة الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، أو على مستوى طبعا تدمير الأنفاق الخاصة بهذه الفصائل. النهاردة احنا بنتكلم عن 34 يوم، نقدر نقول يعني من خلال متابعة الأوضاع الميدانية أنه إسرائيل عمليا لم تحقق أيا من هذه الأهداف. تمام. لأنه لازم كمان ظاهريا يعني هيجد المتابع للملف أن كفة إسرائيل هي الراجحة وأن إسرائيل تحرز تقدما بالفعل على الأرض، لكن لازم نضع في الاعتبار بعض يعني المحددات العسكرية في النظر للأمر، بمعنى أنه إحنا بنتكلم عن مواجهة ما بين جيش نظامي بيوصف بأنه واحد من أقوى الجيوش في المنطقة قصاد مجموعة من الفصائل المسلحة الغير نظامية. كمان احنا بنتكلم عن حصيلة يعني عمليات ضخمة إسرائيلية بتتم داخل قطاع غزة، والحصيلة النسبة الأكبر منها أو ما يقارب 95% من المدنيين من النساء والأطفال، وبالتالي ده لا يعد إنجاز عسكري بقدر ما يعد نوع من أنواع جرائم الحرب والإبادة الجماعية وليس انتصارا عسكريا. إسرائيل ركزت من بداية هذا التصعيد، يعني شرح المعادلات الميدانية نفسها يخلينا نفهم الخطوات التالية. إسرائيل ركزت من بداية العملية أولا على مسألة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة، وده بدأ من يوم 8 أكتوبر، والقصف كان استهدف كافة مناطق القطاع شمالا ووسطا وجنوبا، لكن الحقيقة أن القصف كان ركز على مناطق الشمال على وجه الخصوص على اعتبار يعني التخديم على مخطط التهجير الإسرائيلي لسكان الشمال، فضلا عن أنه كمان الواضح كمان أنه التركيز الإسرائيلي على قصف مناطق الشمال ده كان نوع من التمهيد للدخول البري للقطاع، وهو الدخول اللي بدأ فعليا يوم 27 أكتوبر الماضي، بمعنى أنه العمليات عمليات القصف الجوي المكثفة والغير مسبوقة كانت بتستهدف أنها توفر غطاء جوي يعني للدخول البري، فضلا عن أنه كمان القصف الجوي كان في اعتقاد لدى الدوائر الأمنية الإسرائيلية أنه هو هيشل حركة يعني مقاتلي الفصائل الفلسطينية وهيحجم قدرتهم على المناورة داخل القطاع مع القوات البرية. بعد كده بدأت إسرائيل في أنها تركز على ملف الدخول البري، وبدأت من ليلة 27 أكتوبر في تنفيذ بعض العمليات البرية
اللي اتخذت طابع تدريجي، بمعنى أن التصعيد كان واخد مسار تدريجي. ابتدوا أولا من ناحية الشمال، سواء من ناحية الشمال الغربي أو من ناحية الشمال الشرقي، بعدين حصل محاولات لي يعني من خلال الشريط الحدودي مع الغلاف للدخول من مناطق الوسط عشان يتم السيطرة على محور اسمه صلاح الدين، اللي هيقدروا من خلاله ان هم يوصلوا للمحور اللي ناحية الساحل وهو اسمه طريق الرشيد. طبعا المعادلة الميدانية دي بتقول انه الجانب الإسرائيلي كان بيسعى بشكل واضح الى التقاء القوات اللي داخله من الشمال مع القوات اللي داخله من الوسط بحيث يحصل عزل لمنطقه الشمال. وهنا طبعا هيبقى في سؤال مهم مرتبط بليه اسرائيل عايزه تعزل منطقه الشمال، ومنطقه الشمال هو عايز يعزلها لان هي كمان الاقرب الى الغلاف والاقرب ليه. يعني صحيح عزل منطقه الشمال هيخدم بعض الاهداف الاسرائيليه، سواء اهداف عملياتيه مرتبطه بالعمليات نفسها أو أهداف على المدى البعيد. لو احنا بنتكلم عن أهداف استراتيجية على المدى البعيد، فده هيساهم زي ما أشرت حضرتك في توسيع مساحة المناطق المعزولة أو زيادة منطقة الغلاف نفسها، زيادة الأمان بالنسبة له، زيادة المساحة الآمنة بالنسبة له. كمان يعني تهيئة الأجواء في منطقة الشمال ودخول القوات البرية وعزل منطقة الشمال، ده هيمهد فيما بعد وفقا للاعتقاد الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات البرية لتشمل منطقة الوسط والجنوب. وطبعا خصوصية واهتمام الجانب الإسرائيلي بمنطقة الوسط بيرتبط ببعض التقديرات الإسرائيلية اللي بتشوف أنه أكبر عدد من الأنفاق الإسرائيلية موجود في الوسط. وطبعا بالتبعية يعني المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية هيبقوا موجودين في هذه المنطقة، فضلا عن قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وبالتالي ده هدف عملياتي مهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هنلاقي كمان أن إسرائيل تجاوزت حتى الأهداف أو الآليات التقليدية في عملياتها لقصف المستشفيات نفسها. طب قصف المستشفيات كان عندها مبرر طول الوقت بأن المستشفيات لأنه حماس موجودة في الأنفاق تحت المستشفيات، قصف المستشفيات وهو ما كانش يعني لا يهمه أنه يقصف قصف مستشفيات أو كنائس أو مدارس أو هو طبعا قصف المستشفيات ما كانش مرتبط بس بالإجرام الإسرائيلي أو اللي وصلت ليه دولة الاحتلال، ولكن كان كمان مرتبط بهدف أبعد من ذلك، يعني لأنه قصف المستشفيات في النهاية بيخدم على مخطط التهجير، لأنه المستشفيات في قطاع غزة طبعا القصف ده تجسد في استهداف المستشفى الاندونيسي، المستشفى طبعاً الأهلي، المجزرة الكبيرة اللي حصلت وبعدها مجزرة مجمع الشفاء الطبي. يعني الأهمية بتاعت الخطوة دي بالنسبة لإسرائيل في أنه المستشفيات دي مش بتأوي بس الجرحى، هي بتأوي كمان آلاف النازحين، عشرات الآلاف من النازحين، وبالتالي تكثيف القصف الإسرائيلي على المستشفيات ده بيدفع باتجاه نزوح عشرات الآلاف نحو مناطق الجنوب. اللي هي فكرة أنتم مالكونش مكان هنا، فالأفضل أن أنتم يعني صحيح تتركوا المكان، لأنه النازحين للأسف يعني اعتقدوا أن الإجرام الإسرائيلي لن يطال المستشفيات، وأن المستشفيات من المناطق التي لن يطالها طبعا القصف، ولكن الإجرام الإسرائيلي تجاوز كل الحدود، وشاهدنا طبعا قصف للمستشفيات في قطاع غزة، وده بالتبعية أدى إلى زيادة معدلات أكيد. النزوح. طيب خلينا، هل ممكن ننتقل إلى يعني فكرة أنه هذه الهدن اللي أسموها في هدنة الأربع ساعات أو هدن إنسانية، هل هذه الهدن ممكن توصلنا لوقف إطلاق النار، أو ممكن تبدأ تعمل يعني تدي فرصة لسيناريوهات وحلول؟ طبعا الكلام الدائر حاليا ما بين الأطراف المعنية بالأزمة أو المنخرطة فيها حول يعني طرح هدن إنسانية، لكن كان الكلام اليوم من بعض الأطراف الإقليمية فضلا عن الولايات المتحدة. الجانب الإسرائيلي لم يعلن حتى اللحظة عن موقفه من مسألة الهدنة المؤقتة، لكن الواضح كمان أنه في اتفاق أمريكي إسرائيلي على استمرار هذه العمليات، لأنه الرئيس الأمريكي حتى في تصريحات اليوم بيقول أنه الوقت مش مناسب لوقف كامل لإطلاق النار، وأنه البديل هو هدنة، وده رهان أمريكي طبعا على
استغلال يعني ملف أو آلية الهدنة لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين خصوصا من مزدوجي الجنسية. الحقيقة أن احنا يعني فكرة طرح وقف إطلاق النار حاليا وهو مطلب عربي واضح خصوصا من قبل الدولة المصرية. الدولة المصرية دايما بتتكلم في ضرورة وقف إطلاق النار وليس الاقتصار على ملف الهدنة المؤقتة. طبعا ده طرح عربي، لكن للأسف هذا الطرح بيصطدم بتعنت كبير جدا من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والغرب. يعني احنا شفنا الغرب في أكثر من يعني أماكن مختلفة وأصوات مختلفة، الحقيقة ما فيش موافقة، وحتى في مجلس الأمن صحيح ما كانش في موافقة. طيب خليني أقول برضو، خلينا نحط كده نقاط وهي تقييم للدور المصري منذ اندلاع الحرب على غزة. الدور المصري طبعا يعني هو تاريخيا الدور المصري الأكثر محورية وأهمية على مستوى التعامل مع تطورات الداخل الفلسطيني، لكن أعتقد أنه خصوصية الدور المصري في هذا التصعيد مرتبطة باختلاف التصعيد الجاري عن أي تصعيد حصل قبل كده ما بين الجانبين. يعني خطورة التصعيد الراهن أو اختلافه مرتبطة بكم العنف والإجرام الإسرائيلي المرتكب بحق الفلسطينيين، فضلا عن اختلاف الأهداف نفسها. إسرائيل بتحاول استغلال الوضع الراهن من أجل تنفيذ مخطط قديم متجدد متمثل في تصفية القضية الفلسطينية عبر ملف التهجير وإحداث نكبة جديدة للفلسطينيين. الدولة المصرية منذ بداية التصعيد الراهن انطلقت في تعاملها مع الموضوع من بعض الثوابت، هذه الثوابت تم ترجمتها في بعض الآليات وأنماط التحرك انطلاقا من إدراك الدولة المصرية لبعض التهديدات. لو هنتكلم عن الثوابت المصرية في هذا أو إزاء هذا التصعيد، فكانت الدولة المصرية منذ اليوم الأول بتؤكد على يعني ضرورة الحل الجذري للقضية الفلسطينية عبر آلية حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ده كان ثابت مصري واضح طبعا بيتم التأكيد عليه بشكل دائم. الثابت الثاني بالنسبة للدولة المصرية هو رفض كافة مخططات الجانب الإسرائيلي سواء خصوصا ما يتعلق بملف التهجير، فضلا عن رفض كافة الممارسات الإجرامية الإسرائيلية اللي بتتم بحق الشعب الفلسطيني. أكيد. تم ترجمة ده طبعا في صورة بعض أنماط التحرك المصرية أو الآليات، ومنها التنسيق المصري الفعال سواء مع طرفي الأزمة. احنا عندنا زيارة النهاردة من وفد لحركة حماس لمصر، وبكرة زيارة لأمير قطر. يعني تم ترجمة هذه الثوابت في صورة تحركات مصرية مكثفة على أكثر من مستوى مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة أو المنخرطة فيها، وده كان واضح طبعا في قمة القاهرة للسلام. يعني صحيح. أن مصر استطاعت، أعتقد كمان أنه ثبات موقف مصر وأيضا يعني استمرار موقفها الواضح الدائم خلى كمان حتى الولايات المتحدة تعترف بأنه لا تهجير قسري. يعني أعتقد الثبات المصري كان مهم جدا في كل أيام الحرب. طبعا الموقف المصري زي ما أشرت لحضرتك كان أحد الاعتبارات اللي يمكن في ضوءها فهم التغير النسبي. يعني أنا مش بعتبره تغير جذري في موقف القوى الغربية الحقيقة، لا هو تغير نسبي. يعني الولايات المتحدة بدأت في الانتقال من تبني سياسة الدعم المفتوح لإسرائيل إلى تبني خطاب أكثر يعني أقل. هستأذنك أستاذ محمد، يمكن وإحنا كنا لسه بنتكلم على المستشفيات، هذا هو قصف مباشر لمستشفى الشفاء في قطاع غزة. يمكن كان معنا المتحدث الرسمي من وزارة الصحة أستاذ أشرف القدرة، وكان بيتكلم على أنه في مشاكل، فدي محيط هذا الاندلاع اللي أنتم شايفينه وهذه الحرائق لمحيط مستشفى الشفاء. يعني الحقيقة مازال المحتل الإسرائيلي يعني يقصف المستشفيات ولا يهتم من هو موجود ولا يهتم بالصحة، وإن كانت حتى المستشفيات لا تقدم الخدمة كاملة، هي مليئة بالمشاكل والنقص في كل الأشياء، ولكن القصف كمان معناه يعني انتهاء الخدمة تماما. يعني حضرتك شايف الصورة أستاذ محمد، يعني لسه كنا بنتكلم على المستشفيات، يعني وحضرتك قلت إنه ده جزء من إنه يتم يعني ترك طبعا هو جزء من مخطط التهجير الإسرائيلي،
فضلا عن انه استمرار لسياسات الجنون والاجرام اللي بتتبناها الحكومه الاسرائيليه تجاه الشعب الفلسطيني. بالنسبه لل يعني كانت مصر كمان يعني في اطار الحديث عن الدور المصري، كانت التحركات المصريه دي بتنطلق من ادراك لبعض التهديدات الكارثية اللي ممكن تترتب على التصعيد الراهن. صحيح. اول هذه التهديدات طبعا واللي كانت مصر دايما بتؤكد عليه هو انه رفض مخطط التهجير الاسرائيلي بينطلق من كون هذا التهجير هو عبارة عن تصفية للقضية الفلسطينية قبل أن يكون تهديداً للأمن القومي المصري ومساً بالسيادة المصرية. والحقيقة أنه الشعب الفلسطيني كمان كان رافض لهذا المخطط بشكل قطعي. كمان كانت مصر بتؤكد دايماً على أنه يعني هذا التصعيد الغير مجنون يدفع المنطقة إلى سيناريو حرب إقليمية واسعة بدأت تظهر مؤشراتها في الأيام الماضية من خلال التصعيد الحادث في لبنان، من خلال نشاط بعض الفصائل المسلحة في العراق، في سوريا، في اليمن وغيرها، وانخراطها في هذا التصعيد بشكل أو بآخر، مع اختلاف طبعا نسب الانخراط في التصعيد من بلد للتانية. طيب خليني أستأذنك هنا علشان برضو محتاجين نعرف ملف المحتجزين وقد إيه هذا الملف، هل هو ممكن يساعد في يعني سيناريوهات يساعد الفصائل الفلسطينية، أما إنه كمان أنا شايفة إنه يعني المحتل الإسرائيلي يعني هو كمان يقصف الأماكن، وبالتالي طبعا الفصائل الفلسطينية ممكن تتحجج بإنه هناك بعض المحتجزين يعني حيتوفاهم الله في هذا القصف. خلينا ناخد ونشوف الملف ده إلى أي مدى ممكن الاستفادة منه يستفيد الفصائل الفلسطينية، ونعود ونكمل مع حضرتك مع محمد فوزي الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. بنحاول طول الوقت ان احنا نروح ما بين الابحاث وما بين السيناريوهات وما بين الملفات. عودوا الينا بعد فاصل قصير. هذا دمار، هذه حرب على الله ورسوله. لا يعرفون الصغير ولا الكبير ولا الشيخ. رجعنا لحضراتكم وكنا بنطرح هذا السؤال على الباحث الأستاذ محمد فوزي الباحث المصري في المركز المصري في الدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، كنت طرحت على حضرتك سؤال، كنا بنتكلم على ملف المحتجزين، إلى أي مدى ممكن تستفيد منه الفصائل؟ يعني حتى اللحظة لم يتم استغلال هذا الملف حتى الآن. طبعا هو الملف المحتجزين تاريخيا بيعد الملف الأهم في دورات الصراع المتكررة بين الجانبين، يعني هذا الملف كان بيساهم بشكل أو بآخر في إنهاء العديد من دورات التصعيد. لكن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت هذا الملف، وتجاوزت ضغوط الرأي العام الإسرائيلي عليها بسبب هذا الملف، وتجاوزت حتى الضغوط الدولية بسبب مزدوج الجنسية، ومستمرة في عملياتها في تجاوز صارخ لهذا الملف يعني، وعدم اكتراس بأهميته يعني أو بأهمية حياة حتى يعني هؤلاء المحتجزين. الخلاف حوالين هذا الملف مرتبط بتصور كل طرف من طرفي الأزمة المباشرين
يعني كيفية حسم هذا الملف. عندنا رؤية من الفصائل الفلسطينية بتقوم على تجزئة هذا الملف، بمعنى إخراج دفعات من المحتجزين المدنيين نظير وقف إطلاق النار وإدخال المواد الطاقوية. ده كان مطروح من أسبوعين ولم صحيح. تستمع إليه إسرائيل. ويعني الموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة يتم في ثناياها ذلك، على أن يتم بعد ذلك الإفراج عن باقي المحتجزين بمن فيهم العسكريين، نظير تبادل أسرى وإخراج يعني الفلسطينيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية، وهم وصلوا لحوالي 11,000 شخص، منهم ناس بقالها 30 سنة وأكثر يعني كمان. الجانب الإسرائيلي عنده رؤية بتقوم على أنه احنا وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن كل المحتجزين، وما فيش حاجة أكتر من كده يعني. وما فيش قدامهم، ما فيش تبادل أسرى. أصوات كمان من إسرائيل بتقول بأنه يعني رئيس الوزراء نتنياهو لا يهتم بالأسرى، وبالتالي خرجت المظاهرات أمام منزله. هو إقدامه على العملية البرية نفسها ده في عدم اكتراث بحياة هؤلاء الأسرى، وده مخالف لنهج أي حكومة إسرائيلية حتى سابقة كانت بتدي هذا الملف أولوية كبيرة جدا. بس ده بيعبر عن حالة الجنون اللي وصلت ليها الحكومة الإسرائيلية الحالية. كل الأوساط السياسية في العالم وفي العالم العربي تتحدث الآن على سيناريو ما بعد غزة. إيه اللي هيحصل؟ ما هي السيناريوهات؟ هو الحديث حاليا طبعا عن يعني بدأت بعض مراكز الفكر الأمريكية والإسرائيلية في الحديث عن مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وكانوا بيتكلموا عن بعض السيناريوهات المطروحة، خلينا نسميها كده، سواء سيناريو متعلق بالإدارة الأمنية الإسرائيلية للقطاع أو تولي إسرائيل المسؤولية الأمنية كاملة داخل القطاع، مع وجود بعض التصورات المتعددة بخصوص الإدارة السياسية، سواء إدارة السلطة الفلسطينية للقطاع أو يعني كما أكدت بعض الدوائر المصرية وذكرت ذلك قناة القاهرة الإخبارية، العرض على مصر لإدارة القطاع ولو لمرحلة انتقالية. كمان في حديث داخل بعض الأروقة الأمريكية والإسرائيلية عن الحديث عن تشكيل تحالف دولي من الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع بعض الدول العربية لإدارة قطاع غزة. ما هي السيناريوهات الغير مقبولة لمصر والدول العربية؟ طبعا السيناريوهات دي غير واقعية من منظورين أو لسببين رئيسيين. أولا لأنها افتراضات غير واقعية بتنطلق من أنه إسرائيل حسمت هذه الحرب و يعني أنهت وجود الفصائل الفلسطينية عسكريا وسياسيا، وهذا طرح غير واقعي صحيح. وغير حتى متوقع صحيح. الاعتبار الثاني والأهم هو رفض يعني الدولة المصرية على وجه الخصوص لهذا الطرح جملة وتفصيلا، وده كمان أكدته قناة القاهرة الإخبارية في تناولها لهذا الموضوع على لسان بعض المصادر المصرية. الدولة المصرية في سياق رفضها، واللي أعتقد أنه هو اتذكر في اجتماع الأمس ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، أكدت على أنه مصر رؤيتها واضحة وثابتة ومتمثلة في ضرورة حل القضية من جذورها على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة تديرها سلطة فلسطينية على أساس توافق وطني بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني. ولذلك يعني هذا الطرح بيفتقد للواقعية قبل أن يكون مرفوضا من قبل سواء الجانب الفلسطيني أو الدولة المصرية نفسها. يبقى الفصل أنه تجتمع كمان الفصائل الفلسطينية صحيح. على يعني فصيل ويجتمع ما يبقاش في صراع. وده اعتبار مهم، وكانت مصر نفسها شرعت في ده من خلال الجلسات اللي استضافتها ما بين صحيح. الفصائل الفلسطينية في سعي لتقريب وجهات النظر وبناء أو المساهمة في بناء توافق وطني فلسطيني يعيد إحياء القضية ويمهد لسلام عادل يتحقق فعليا على الأراضي الفلسطينية، لأنه نقطة الانطلاق لتحقيق السلام العادل في فلسطين هو توحد الفصائل الفلسطينية طبعا، لكن في ظل حالة الانقسام دي المستفيد الأكبر هو الجانب الإسرائيلي طبعا. هو كل الخوف من السيناريوهات إن هم يفضلوا يلعبوا على حالة الانقسام فبالتالي تنتصر صحيح. أي سيناريوهات، ولكن نتمنى يعني يمكن الأمان في هذه السيناريوهات هو وجود مصر طبعا، لأن مصر لن تقبل بأي سيناريو ممكن يكون مضر على المنطقة كمان ومضر على مصر وأمنها يعني طبعاً. أكيد مصر صحيح. لن تقبل. بشكرك شكرا جزيلا.
جميلا استاذ محمد، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. هتفضل الحرب على غزه والحديث عليها، كل اللي بنتمناه بس هي فكره الهدنه، فكره النفس، فكره الانسانيه، فكره ان تتنفس الانسانيه، فكره ان احنا نقدر نساعد بجد، ان احنا نقدر نقدم مساعدات من غير القصف ومن غير الضرب ومن غير الاباده. هل نحلم بهدنة إنسانية؟ هل نحلم بأنه يعني يبقى فيه إفاقة لهذا العالم أمام الصمت الدولي أمام كل الجرائم؟ سنظل نتمنى الخير ولو حتى لليالي القادمة. التاسعة مستمرة مع حضراتكم غدا مع الزميلة هدير أبو زيد، أما أنا ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. تصبحوا على ألف خير. شكرا.